ذكرت انت يعني افادتك حقيقه افاده يعني غنيه بالمعلومات. انت الان تنكر كل شيء بس ما نكرت بانه مشاهداتك سيدي للدي جي ال وحضورك الى مقر الفرقه الحزبيه. يعني انت لا اقول لك بالنص بالله العظيم بالأئمة المعصومين عد هذا بدي اقول لك اياه ما طلع من حد كل شيء. وانا لو قاري الصيغه مال السيد هذا كان ما اوقع بهالشكل هذا. بس قلت لك قريت ثلاث سطور وهاي عيوني ما تشوف اني نعم ضعيفه. تلكيت وظليت حوالي دقيقتين ثلاثه بالصفين الاولانيه. السيد هذا اللي كان يحرر قال لي تقبل اقراها عنك. قلت له احنا خليها على الثقه العاد ليش تقراها من مكاني. أنا واثق من عندكم يعني انتم ما تجون تضروني. وقعت مو اقول لك بالصيغه اللي انا اقول لك اياها هسه الان امام المحكمه الموقره. والله اني صادق فيما اقول ولن اكذب اطلاقا. واني شخص ملتزم دينيا وفي كل الامور اخلاقيا ومن عائله موصوفه بكرمها وادبها وتواضعها. وش اقول لك يعني ما ادري يعني حتى اهل الدي جي القسم يعني الاكثرين من الدي جي متعجبين شلون اني محال الى المحكمه الان؟ كيف اني يعني علي دايح يحال المحكمه؟ هذا اللي يركض الناس كلها، هذا اللي يخدم الناس كلها وابوه يعني شلون؟ ما عندي اي جلسه، سيدي القاضي انا سلمت بمجرد ما اشرني مدير شرطه الدي جي رحت بنفسي بتلقى نفسي سلمت يوم 5/4 ما لان اعرف نفسي ما عندي شيء، ولو اعرف نفسي عندي شيء هم بعدين حالي حال اللي ما سلموها مشان ابقى بالله. اروح اغتسل بقريه اغتسل اروح انا زرت الامام الرضا قبل توقيفي في ايران وزرت السيده زينب في سوريا وانا عندي باسبورت جاهز وكان اقدر اروح عماني. بس والله هاي ايدي بيضه يا اهل الدي جي ال فلا عندي شيء وياكم ولا ظالم واحد من عندكم. والله يظلم ان شاء الله اللي يظلم الناس وان شاء الله الله ورد بافادتك تاريخ 25/5/2005 امام الهيئه التحقيقيه بانه من رجعت ذهبت الى منزلي ثم التحقت بالفرقه الحزبيه حيث كان الجهاز الحزبي متواجد باجمعه. وكان من ضمن المسؤول الحزبي في تلك الفتره المتهم احمد ابراهيم حسون السامرائي الملقب ابو نبيل وكذلك معنا المتهمين عبد الله الرويد عضو الفرقة آنذاك وولده مزهر عبد الله أيضا. سيدي والله أنا ما قايل هالشكل. قال لي منو موجود؟ قلت له كلهم موجودين الجهاز الحزبي كله موجود. ما قلت له موجود عبد الله الرويد. قلت له عضو الفرقة. قال منو أعضاء الفرقة؟ قلت له أتذكر منهم بس عبد الله الرويد عضو الفرقة وأمين سر الفرقة أحمد إبراهيم الحسون وقيم مقام عندنا كان اسمه جاسم النعيم انقتل راح نقل الشمال وانقتل. يعني هسه عبد الله الرويد كان موجود الكاميرا ولا نعم على الميكروفون شويه كان موجود. من هو حسب ما ورد بافادتك هو رفيق عبد الله موجود اول يوم هو يقول انا مجاز كنت ذاك اليوم كان جيش شعبي على اساس قاطع مال جيش شعبي وكنت مجاز بس والله ما شفته بعيني يعني بس كعضو فرقه أنا قلت هذا حتما يعني عضو الفرقة ما يوجد لعل من يوجد. هذه إفادتك يعني هذه وارد بإفادتك قلت موجود نعم فلان يعني بالتشخيص نهائيا ما شخصت نعم ما شخصت بس قلت أمين سر الفرقة موجود وأعضاء الفرقة وكل الجهاز الحزبي فما قلت مزيان يعني أنت موجود بباب فرقة حزبية كان واجبك بأنه حماية الفرقة الحزبية مو بهالشكل؟ حماية ما شارين سلاح ولا أبداً نفس واقفين المهم تواجد ما تحتاج حماية المن شفت من المسؤولين يعني مسؤولين الدولة آنذاك يعني معقولة مثلاً يطلع مسؤول من باب الفرقة ما تعرف ولا أكو عدة أبواب؟ أي سيدي أكو عدة أبواب لو باب وحدة للفرقة باب وحدة بس والله ما شفت والله العظيم ما شفت واحد طلع بس قلت لك سمعت برزان موجود نعم واحمد وطه ياسر ما سمعت المواطنين قالوا جاء وقف على تدريب الله محمد علي عيني ما شايفهم الا هنا الا وقعدوا بصفي ولا شايفهم بشكل مباشر والله العظيم ما يعني لو شايف اقول لك والله لو شايف اقول لك يعني قابل شنو شفت فلان يعني اذا شفت ايش راح يصير مثلا يعني خلال هاي الفتره تواجدك ما حد كلفك بعمل معين والله ما حد كلفني بعمل ما قلت بس تروحون توقفون يعني نوقف ونجي يعني والله نوقف ونجي كل شيء ما عندنا يعني. كل شيء ما عندنا يعني قلت لك انا شويه هذا المسؤول كان وياي راعيني كنت اروح يعني اروح من الاشخاص اللي تعرفهم تم اعتقالهم؟
فكرين تم اعتقالهم. مقر الفرقة الحزبية وبعدين صعدوهم بالسيارات المظللة. عوائل؟ اي عوائل؟ نعم. منو راحوا؟ منو اخذوا؟ منو؟ رجعوا بعدين؟ رجعوا؟ رجعوا كلهم؟ رجعوا قسم رجعوا قسم ما رجعوا، يعني الشباب يمكن ما رجعوا. ما رجعوا؟ الشباب ما رجعوا هواي يعني، بس الكبار النساء الاطفال رجعوا يعني. بالعفو مال الرئيس. يعني هذه افادتك ورقه ورقتين ثلاثة أربعة هاي خمسة بإفادة واحدة، وأيضا هذه إفادتك أمام الهيئة التحقيقية أربع نسخ سرد كامل عن والله أحداث الدجيل والله سيدي. ومشاهداتك وحتى مشاركتك في تفتيش هاي مال السلاح مرتين او اكثر على بيوت مداهمه ايضا. لا مال السلاح والله، والله مال السلاح ولا داهمه. شلون مال السلاح؟ طب وين تتفتشون على السلاح؟ السلاح الغير مرخص. اي يعني نزلت تعليمات وراها اسبوع اسبوعين قالوا تاخذوا اي سلاح غير مرخص بالبيوت. نعم تاخذوه. نعم. كل منظمه حزبيه ضمن القاطع مالها. نعم. طبعا انا ضمن منظمه حزبيه شاركت بيت بيتين، نقف برا ويطبون اثنين البيت يشوفون، اكو سلاح غير مرخص ياخذوه، ماكو يعوفون. يعني ما يعني لا اكثر ولا اقل، لا اخذوا عوائل ولا اخذوا اشخاص ولا ابدا. زين انت كمختار، انت والدك عندكم جرد بعوائل الدي جي ال بالبيت؟ والله انا بالنسبه لي سجل؟ بال 97 سويت جرد سجل عندي، بال 97. نعم. سويت سجل. والسجل اخذوه من عند الشرطه. وقتها قالوا ادلوه صلاح الدين واخذوه، وقتها يعني. نعم. جرد للعوائل بس. يعني العوائل بال 97 صارت المختاريه مقسمه. نحكي على ال 82 وقبل 82. 82 ما عنده ابويا، ما عنده اي سجل للجرد نهائيا، لانه كل المنطقه هو يعرفها. يعرف المنطقه عرب وداخل. نعم. على العرف ماله يعني. نعم. ابن فلان ابن فلان. نعم. خلال تواجدك في مقر الفرقه الحزبيه اللي كان هو مركز العمليات. نعم. من كان يقود العمليات هناك؟ قائد الاعلى للعمليات. والله سيدي ايش ما ادري اني قائد العمليات، قلت لك هو كان موجود على اساس برزان. بس ما اعرف يعني قائد العمليات غيره، اكو احد غيره جوا بالفرقه، امين سر الفرقه وياه، ضابط الامن وياهم. نعم. يعني انت شفتهم قاعدين جوا وياهم؟ شنو؟ مو قاعدين جوا وياهم بس هم موجودين، يعني موجودين، يعني هم امين سر الفرقه موجود، ضابط الامن موجود، يعني ما ممكن يعوفون بهيك شغله. بهيك شغله هم ما موجودين ما يصير يعني مثلا. نعم. كم يوم بقى المتهم برزان بالدجير؟ صدام؟ برزان والله انا ما ادري يعني، قلت لك بس اول يوم قالوا لي جاي، بعد ما اعرف يعني. انت ذاكر بافادتك ثلاث ايام استمر بقائه في مقر الفرقه الحزبيه في الدجيل؟ والله ما موجود ولا قال ثلاث ايام يا سيدي، والله ما قال ثلاث ايام. قلت انا شفته اول يوم سمعت قالوا موجود، بعد غير الايام بعد ولا شفته بعيني ولا ادري. انت دا تقول هسه انا شفته اول يوم؟ بس اول يوم ما شفته، لا اقول لك ما شفته بعيني. سالت قالوا لي موجود برزان داخل الفرقه الحزبيه. نعم. اول يوم يعني سمعت؟ ها؟ سمعت تقول؟ سمعت اي، اقول لك سمعت من الناس، من هذول الحزبيين اللي يمي، مو جيت الساعه 6 و7 داخل يعني يم الفرقه الواقفين يمك دا يسولفون؟ الواقفين يمي يعني الموجودين، هذا منهم موجود قالوا برزان موجود، الله محمد. يعني مو وين اقدر اوصل اللي جوا انا؟ ذيك الساعه اقدر اوصل اللي جوا، هم فرقه يضربوا بدفره يطيروا. احنا ما لنا لا حول ولا قوه سيدي، انت بتعرفوا كل زين يعني، جهاز الحزبي كله ما إلى له دور ولا اي قيمه الا ذاك الوقت. ذاك نعم والله ما إلى، بس احنا امين سر الفرقه يمكن. نجي على البساتين. بساتين. نعم. شنو مشاهداتك على موضوع البساتين يعني؟ شلون هذه، شلون جرفت هذه البساتين؟ وشنو دورك انت في موضوع التجريف؟ والله سيدي كل دور ما عندي ولا ابدا. شو قالوا راح تتدرب البساتين؟ كان عندنا مدير ناحية جاء
جاسم النعيمي وجاب البلدوزرات سواق مالت يمكن كراد وحمايتهم جابوا من الفر القرى والأرياف من الحزبين القرى والأرياف نصبوا معسكره وقاموا يجرفون بالبساتين يوميا يجرفوا لهم بستانين ثلاثة أربعة عشرة عشرين ما ندري لا نصلع ولا نشوف ولا لازم نشوف بعيوننا يعني قلت لك بستانين انت عندك بستان مال ابويا والله جرفت ما وصلت الى